تكلمنا عن مجموعة من خصائص هذا الكتاب ومن خصائص هذا الكتاب. من خصائص هذا الكتاب أننا نحن عندما نأتي إلى عالم التكوين، عالم الوجود، عالم التحقق الخارجي، نجد أن المحور في هذا العالم هو وجود الحق سبحانه وتعالى. وإلا لو لم يكن الحق موجودا أعوذ بالله، هل كان هناك شيء موجود؟ لأن كل شيء قائم به سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيوم بينوه في محله، ما هو؟ هو القائم بذاته المقوم لوجود غيره. فلو لم يكن هذا الموجود متحققا، فرض المحال ليس بمحال، لو لم يكن موجودا لكان هناك شيء موجود أو ليس موجود. إذن محور عالم الوجود هو من؟ هو وجود الحق سبحانه وتعالى. هذا أصل في عالم التكوين. من الأصول في عالم التكوين أن الحق سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. الله خالق كل شيء، هذا محور في عالم التكوين. محور في عالم التكوين يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق فد موجود وفوض إلى الأمر بالله أخلق أنت الباقين، خلقني بالواسطة اللي هو خلقني. بعض النظريات تقول ماذا؟ تقول بعض النظريات الله خلقني بالواسطة، خلق العقل الأول والعقل الثاني خلق العقل الثاني، والعقل الثالث خلق الثاني خلق الثالث، والثالث خلق الرابع، وبالواسطة. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، لو خالق بالواسطة، خالق بالواسطة. نفس السلسلة 5 10 20، وهذا هنا وهناك تسمعوها أن الله سبحانه وتعالى خالق، ولكنه ماذا؟ خالق مثلا الإنسان الكامل المعصوم، والمعصوم هو خلق عالم الإبن. في قبال هذه الدعوة دعوة أخرى تقول لا، أن عالم التكوين قائم على أن الخالقية والموجدية والمؤثرية ليست إلا له سبحانه وتعالى، كما أنه واحد في وجوده واحد في خالقيته. الخالق واحد لا ثاني له ولا شريك له، كما أنه الواجب واحد لا شريك له، الخالق واحد لا شريك له. هذا من محاور عالم التكوين، من أركان النظرية التوحيدية في عالم التكوين. من أركان النظرية التوحيدية في عالم التكوين هو أن لا مدبر في هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين. مو أنه هو رب العقل الأول والعقل الأول رب العقل الثاني، لا، هو رب العالمين، رب السماوات، رب الأرض، رب الأراضين، فهو رب العالم، رب كل شيء، مربي كل شيء، مدبر كل شيء، الحق سبحانه وتعالى. تقول مولانا لعن هذه المدبرات وأمرها في القرآن الكريم، ما هي؟ نقول بلي في ظل تدبيره سبحانه وتعالى بإذنه تكوينا. نعم توجد وسائط، ولكن هذه الوسائط مستقلة أو غير مستقلة؟ غير مستقلة، بإذنه تعمل. فلهذا أنتم تجدون عندما نأتي إلى قضية عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، عندما يذكر بعض الأمور التكوينية لعيسى ماذا؟ أحيي الموتى بإذني، ويحيي الموتى بإذني، يكررها مرارا بإذني بإذني بإذني، حتى لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه خب صار تفويض هنا. لا لا لا، أبدا أبدا، لا يوجد أي تفويض. وهذه من محاور عالم التكوين، أن الله سبحانه وتعالى رب لا رب سواه، مدبر لا مدبر سواه، فهو رب العالم. وهذا ما بحثناه مفصلا في علم الكلام،
هناك عندما تكلمنا في أن واجب الوجود واحد، في أن الخالق واحد، في أن المدبر والمربي واحد، وجميعها لا شريك. هذا هو نظام الكون. الأدلة العقلية تثبت هذه الحقيقة، والأدلة النقلية صريحة بهذا المضمون.